السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا بس بث مباشر من أجل توثيق الموضوع واكتمال البدر قبل الموعدة. اليوم هو يوم 25 مايو 2021، والموافق 13 شوال 1442 بالنسبة لإعلان الدول، خلافا على رؤية الهلال والمعايير اللي هم متفقين عليها حتى كانوا من زمان. و12 شوال 1442 حسب أول رؤية للهلال على الكرة الأرضية. الساعة الآن تقريبا الساعة 11:30، 36 دقيقة. هذا الآن أنا بالنسبة للكاميرا، بس الآن جاي الغيوم بس علشان يبين البدر. لكن في غيوم شوية، ايوه، فمثل ما تشوفوا الان بالبث المباشر، وطبعا الكاميرا تسجل، القمر بدر تام من قبل الموعد، لانه معروف هو البدر ليلتين، يوم 14 ليلة 15 ويوم 15 ليلة 16. هذه الليلتين هي ليلتي البدر، بحكم ان منازل القمر دائما تكون ليلتين، مثل الهلال اول الشهر يكون ليلتين، فكذلك البدر ليلتين وكافة منازل القمر. فليلة يشاهدوه نصف الكرة الارضية، وليلة يشاهدوها النصف الاخر لو ما شافوا يعني، او لو غم عليهم مثلا الهلال. فعلى العموم يعني الموضوع ما في شك على الإطلاق، هذا بالكاميرا. نحاول أكبر بس ما فيه تكبير. لحظات بس عشان أوقف تصوير الفيديو وألقط بعض الصور. أنا نزلت صور قبل يمكن كذا نص ساعة، نزلت صور قبل نص ساعة أو صورة في بالأصح، لأنه ما يحتاج إنه صور كثير لأن الموضوع واضح، لهذه الليلة، ليلة البدر المكتمل. لحظات بس. طبعا بالنسبة لموقع التصوير فهو باليمن، ما يختلف يعني، اليمن صنعاء عدن تعز كلها يعتبر توقيت واحد، والقمر قمر واحد ما يختلف عليه اثنين. باقي شوية والنامس يتحملوني للخارج. طبعا ما أدري كيف هو البث بالنسبة للإنترنت، عندي إنترنت ضعيف، والله أعلم كيف هو، واضح مو واضح، في صوت ولا ما في صوت، والله ما لي علم. طبعا الكاميرا اللي انا استخدمها كاميرا صغيرة، يعني ما هي بالجودة العالية، لكن عندها الزوم كبير،
تقريبا 50، لا هو في الأساس 25، لكن الرقمي 100، يوصل للمئة، وهذا اللي يساعد في التصوير. على العموم بحاول أنا أخلي المشهد واضح. أيوة، أنا أتوقع إنه ما في شك، ما حد بيجي يقول لا والله القمر ما هو مكتمل، هذه ليلة بدر، سواء كان بدر يعني ذروة البدر في الفجر في المغرب فهي ليلة واحدة بالنهاية. لحظات بس ألقط صورة. تمام، اللي يعني مش متأكد يمكن يخرج يشوف القمر بنفسه، اللي يشوف لو يعني يشوف انه في تزوير، اي تزوير بالبث او شيء يخرج بنفسه اشوفه وبشاهد بعينه. وهذه الصور نحتفظ فيها، لو احتجنا ننزلها او شيء بعد ننزلها. لا اله الا الله. على العموم ما طيل البث، هو كان يعني محاولة لتوثيق هذا الشيء، وما يحتاج ان انا اطول بالكلام واعرض بالكلام، فالشيء واضح امامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.